تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والروسي في مستهل مراسيم استقبال جلالة الملك بعاصمة روسيا الاتحادية التي يزورها جلالته رسميا للمرة الثانية منذ اعتلائه العرش. يستعرض جلالة الملك تشكيلة من الوحدات العسكرية الروسية، ويرافق جلالة الملك في هذه الزيارة وفد رسمي هام يضم على الخصوص مستشاري جلالة الملك السيدان الطيب الفاسي الفهري وفؤاد علي الهمه